رجل أسلم على يديه أكثر من 1,000,000 أمريكي. في عام 1965 أعلن الملاكم الأمريكي كاسيوس كلي إسلامه وغير اسمه إلى محمد علي كلي، ومن الألقاب اللي اتلقب بها رياضي القرن والشخصية الرياضية للقرن وصاحب أسرع وأقوى لكمة في تاريخ البشرية حيث تعادل قوتها 1,000 باوند. الذي تعرفونه جميعا أن محمد علي كلي كان ملاكما له قبضة مهولة، ولكن الذي لا يعرفه الكثيرون أن قلبه كان أقوى من لكمته. لقد رفض الذهاب إلى فيتنام ليشارك في الحرب التي شنتها أمريكا هناك، فعقد مؤتمرا صحفيا وقال فيه: لن أذهب للحرب هناك، نحن المسلمون لا نخوض حروبا إلا في سبيل الله، لماذا علي أن أحارب أشخاص لا أعرفهم ولم يلقبوني يوما بالزنجي؟ سحب منه اللقب ومنع من ممارسة الملاكمة لثلاث سنوات، وعندما عاد سنة 1970 حصل على بطولة العالم في الملاكمة. أسلم على يدي أكثر من 1,000,000 أمريكي. خصص 200,000,000 دولار لطباعة القرآن وكتيبات تعريفية بالإسلام. حول قصر إلى مسجد ومدرسة لتعليم القرآن، وأخيرا بنى أكبر مسجد في شيكاغو من ماله الخاص. عام 1990 وقف في البيت الأبيض بين كبار مستقبلي الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، وأهداه نسخة من القرآن الكريم ودعاه إلى الإسلام على مرأة الرئيس الأمريكي بوش الأب. رفض عرض هوليود بوضع نجمة باسمه على الأرض إلى جانب مشاهير العالم، وقال لهم: اسم النبي عليه الصلاة والسلام لا يوضع على الأرض. فرد كل شرطه ووضعوا نجمة باسمه على جدار الممر وليس على أرض الممر مثل باقي المشاهير، لتصبح نجمته هي النجمة الوحيدة التي لا تطأها الأقدام. رحم الله محمد علي كلي وأسكنه في الفردوس الأعلى وطيب اسمه كما أكرم اسم النبي صلى الله عليه وسلم حبا وتوقيرا.